نعم. معلش يا بنت، حاجة لله الأحسن، مزنوق في قرشين. هو إيه القرف ده؟ هي البلد كلها بقت شحاتين، ده بقت حاجة مقرفة. يا بنت ده ابني تعبان وأنا محتاج الفلوس دي عشان أوديه المستشفى. كلكم نفس الاستوار، على طول ابني عيان، بنتي عايزة أوديها للدكتور، كلكم شحاتين كده. مش عيب عليك كده تكون راجل كبير ومش قادر تشتغل شغلانة كده تاكل منها عيش، بدل ما تيجي تقف كده قدام باب أسيادك وتقول لهم ادوني لله. بقول لك إيه، أنت تقف هنا مطرحك وما تدخلش العتبة دي برجلك المعفنة، أنت فاهم ولا لأ؟ شكرا يا بنتي. خد يا أخوي. ده جنيه يا بنتي، أعمل بيه إيه؟ أحسن برضو وفرلي، أنت شحات وبتتقمع، يلا مشغول من هنا يا راجل أنت. أعذرني يا حاج، معلش أنا كنت سامعك بتتكلم مع جارتي، معلش ممكن بس تتفضل عندي تشرب شوية مية؟ ربنا يخليك يا ابني والله. الله يخليك أنت يا حاج، تعالى بس اتفضل ارتاح عندي عشان أنا شفت والله محتاج بس فلوس عشان ابني تعبان بس. طب تعالى بس ارتاح عندي، اشرب لك شوية مية ترتاح عشان أنت شكلك تعبان أوي. ربنا يخليك. تعالى بس، تعالى بس يا حاج، اتفضل معايا. روح. اتفضل يا حاج. ربنا يكرمك يا ابني. نورت يا حاج والله. ربنا يكرمك يا ولدي. اتفضل اهو. ربنا يخليك يا ابني. ثانية واحدة كده وهرجع لك تاني. ماشي ماشي يا ولدي. ربنا يكرمك يا ولدي. ومين الراجل اللي برضه يحسن؟ الراجل ده غلبان قوي يا روحة، وابنه تعبان في المستشفى وكان بيخبط على الست جارتنا وقال لها معلش ساعديني بأي حاجة. كلمته وحش وهنته وأنا كنت واقف على السلم سامع كل ده، صعب عليا الصراحة وجبته هنا عشان نساعده بأي حاجة. نساعده ازاي بس يا حسين؟ ما أنت عارف إن إحنا معناش أي حاجة، إن إحنا لسه الصبح كنا بنتكلم إزاي هندبر قسط الشقة أصلاً. يا حسين ما فيش أي حاجة ولا أنت نسيت؟ وبعدين يا حسين هنعمل إيه في القسط اللي إحنا مش عارفين نكون فلوسه دوت؟ معرفش. ما فيش أي حاجة في البيت. ربنا يفرجها يا نور إن شاء الله، ربنا يفرجها على ميعاد القسط، ربنا يفرجها بإذن الله. طب ماشي يا حسام ده، وكمان الولد عبد الله ما فيش اي اكل ليه خالص في البيت والله. انا هتصرف ان هو اجيب اي اكل لعبد الله، وانا معلش استحملين، انا هحاول بس انا هحاول اشوف اي شغله تانية عشان انت عارف انا سايب الشغل بقالي اسبوع. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ انا لفيت على الدنيا كلها محدش هيساعدني، بس املي في ربنا كبير. ادعي بس، صلي وادعي ان شاء الله ربنا يفرجها والله العظيم، يفرجها من عنده باذن الله. بس قول يا رب، قول يا رب. والله العظيم عارف كل الكلام ده، انا ما نسيتش اي حاجه، بس انت شايف اهو راجل كبير زي ده في السن ده ابنه تعبان، يعني عمره ما هيكدب، عمره ما هيذل نفسه عشان خاطر جنيه ولا اتنين ولا 10. ارحموا عزيزهم كما من ذل يا نوح، احنا لازم نبقى نحس ببعضنا. يعني احنا حالنا وحش وظروفنا مش مساعدانا، بس واحد محتاج اللي نقدر عليه وان شاء الله ربنا يكرمنا. قلت لك قبل كده عمرنا ربنا ما ينسانا، فعشان خاطر معيش اي فلوس في البيت نطلعها نديها له. اكيد اكيد الفلوس دي هتفك عليه دقيقه، واكيد ربنا زي ما احنا بنفك دقيقه على الناس ربنا يفكها علينا. وعشان خاطر بص شوف اي حاجه نقدمها للضيف شكله جعان ولا حاجه نقدمها ليه. طب ماشي، ما هو الاكل اللي هو ده المفروض للولد الصغير. ما احنا انا وانت اصلا ما كناش من الصبح. مفيش مشكله يا نوع، عادي احنا ما ناكلش. لا يا عبد الله، افتحي له كرتون، اقعد احكي له اي حدوته هينام، وتفي له كده هينام، وان شاء الله ربنا يدبرها. بس احنا لازم نقدم له اي حاجه، تدخلي شوفي اي اكل والدوله. خلاص حاضر يا حسام. منور يا حاج. بنورك يا ابني. اتفضل يا حاج، دي حاجه بسيطه كده. اتفضل. ليه يا ابني التعب بس؟ ولا اي تعب يا حاج، ولا اي تعب. ربنا يعزك يا ابني ويخليك. ربنا يخليك يا حاج. ودي بقى حاجه بسيطه عشان خاطر يعني تروح تطلع ابنك. لا يا ابني، ممكن تكون انت محتاج اكتر مني. الحمد لله يا حاج، ربنا كرمنا اخر كرم، ودي حاجه زياده الحمد لله. يعني على فكره يا ابني انا مش شحات، بس ابني هو اللي لحقني عشان تعبان. انا عارف يا حاج والله العظيم، فوق راسنا والله العظيم. ربنا يبارك لك في عيالك ويخليك ابنك يا ابني، ما تشوفش حاجه وحشه. ربنا يخليك يا حاج. اتفضل بس اشرب الحاجه الساعه، وان شاء الله يعني ربنا يومك بالسلامه. وربنا يكرمك. انت خيرك مش قادر، ما حسش شربت. ماشي يا حاج، اتفضل. بس والنبي يا حاج ما تكسفني، انا خليت مراتي بس تسخن الاكل. لا لا هم انا بس. لا والله ابدا، والله العظيم ابدا، عشان خاطر بس ما تزعلنيش منك يا حاج. انت زي ابويا وده بيتك، واحتجت اي حاجه برضو مطرحه. ربنا يا ابني يجازيك خير في عيالك. ربنا يخليك يا حاج. مشكرا معاك يا ابني. الله يخليك يا حاج، الله يخليك. انا بس هقوم اجيب لك الاكل وعشان خاطر ما تزعلنيش وتاكل. ماشي يا ابني. ماشي يا حاج. ربنا يبارك على ربي حسك يا ابني، ويبارك فيك يا ابني. ربنا يخليك يا ابني. الف انا وشوفها يا حاج. طب اعمل لك بقى شاي. ربنا يرضى عنك يا ولدي ويجعله في ميزان حسناتك يا حاج. يبارك لك في عيالك. الله كفايه كده بالله عليك.
عشان بس ابحث اروح اشوف ابني بس. ماشي يا حاج، وزي ما قلت لك اعتبرني زي ابنك، لو احتجت اي حاجه عينيا ليك. ربنا يعزك يا ولدي. ماشي، انت عملته معايا النهارده ده ولا عملت اي حاجه؟ ما عملش اخ ليا والله، على راسي حاجه، وده فوق دماغي على حاجة. راسي والله حاجة. ربنا يبارك لك يا ولدي. براحتك، ربنا يخليك. براحتك يا حاج. معلش يا ابني. تعالى. وايه اللي انت عملته ده يا حسام؟ عملت ايه يا نوم؟ في ايه يا حسام؟ انت خدت كل الفلوس اللي في البيت والاكل بتاع الواد، يعني هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه يا نوم؟ ربنا بيكرم يا نوم. ما ينفعش اللي بتقوليه ده، ما ينفعش خالص اللي بتقوليه ده. قولي الحمد لله احنا فكنا عن الناس قرض، فربنا ان شاء الله هيفتحها في وشنا اكيد يا نوم. طب ماشي يا حسام، الحمد لله كل حاجه، بس دلوقتي انت خدت كل الفلوس ومفيش اي شيء في البيت. بص يا نوم، صلى على النبي. بص يا نوم، هحكي لك قصه عن النبي عليه الصلاه والسلام. في واحد راح للنبي زي كده، كان محتاج حاجه، فكان النبي بعت النساء عشان يضيفوا، قالوا احنا ما عندناش الا ايه؟ الا ميه، يعني ما عندناش في البيت الا ميه. فقال للي ايه؟ اللي كانوا قاعدين مين يضيفوا؟ فواحد انصاري قال له انا يا رسول الله. فخده لزوجته وقالت له، قال لها ايه؟ كريمي ضيف رسول الله. فقالت له ما عنديش الا ايه؟ كوت صبياني. يعني ايه كوت صبياني؟ ما عنديش الا اكل ايه؟ ولدي يعني او اولادي. زي ما انت قلت بالظبط، ما عنديش الا اكل عبد الله، ولو ما كلش هنعمل ايه دلوقتي؟ زي نفس اللي انت قلتيه دلوقتي. فالراجل عمل ايه؟ قال لها طلعي الاكل ونهمي الولد وشغلي مش عارف اسمه ايه بتاع زمان ده اللي هو زي البوتاجاز، البابور ده، وشغليه على اساس ان الضيف يحس ان في اكل في البيت. وكل وضيفه، فشوفي ربنا يعني ايه فتحها ازاي على الناس دي. يعني تخيلي اللي جه على نفسه وجه على مراته وجه على ابنه عشان خاطر يكرم الضيف، وربنا فتحها عليهم. اللي احنا عملناه ده احنا واخدين يعني اشرف الخلق قدوه لينا، يعني احنا بنقلد اشرف الخلق. فانت تخيلي بقى ربنا هيجازينا بايه؟ عمر ربنا ما هينسانا. وكان حتى في ايه بيقول لك ويقصرون على انفسهم لو كان بينهم خصاصه، يعني ايه؟ بيجي على نفسه عشان خاطر الناس. فتخيلي بقى احنا عند ربنا ايه؟ صدق اسمعي الكلمه دي منه وما تنساهاش، والله العظيم ربنا ما هينسانا. واتفرجي على نعم ربنا وكرمه. بس كده، فانت تقول الحمد لله، ودايما لو حد محتاج فك الكرب عنه، شوفوا ربنا هيفرج عنك ازاي. بقول لك يا حسين. ايه يا ماما؟ في واحد بره قاعد مستنيك. واحد مين؟ مش عارف الصراحه، انا اول مره اشوفه، بس هو راجل كده سن كبير كده وباين عليه راجل مهم ولابس بدله كده. سن كبير؟ اه. ما علينا، ماشي، هنطلع اقول له وتعمل اي حاجه عشان يشوفك. ماشي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف ازيك؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضل. انا حسيت ان انا شفتك قبل كده. فاكر من حوالي شهر؟ ماله بقى؟ لما كنت تاني قاعد على السلم كده وانت خدت بايدي وعملت لي كرم الضيافه. انت الراجل الكبير اللي كنت ماسك. ايوه هو انا. اللي كنت عشان ابنك المستشفى، صح؟ لا هو مش المستشفى ولا حاجه. بس انت ما شاء الله شكلك متغير 180 درجه، يعني تقول لي في المستشفى يعني خاف؟ الحمد لله. احب اعرفك بنفسي، انا نصر الطيب صاحب البرج ده وصاحب شركه عقارات. يعني انت صاحب البرج ده؟ ايوه. غريبة يعني، انت كنت من شهر قلت لنا كنت محتاج فلوس وابني في المستشفى. والله لا، ابني مش ابني ده، زوجتي كانت في منحة صحية فعلا، وكنت لو قلت ربنا شافاها هشوف اللي يستاهل واطلع له حاجة من لله كده. يعني ايه؟ مش فاهم. معلش، فهمنا اكتر. زوجتي كانت فاقعة صحية تعبانة. ساعة ما جيت لي كده كانت هي تعبانة ولا هي كانت خفت قصدك؟ لا كانت تعبانة فعلا. تمام. فطبعا انا قلت لو خفت هطلع حاجه لله. تمام. فطبعا ايه، من طلعت البرج وكذا مكان كده شفت الست عملت معايا ايه، حصل معايا مواقف كتيره، بس انت الوحيد اللي وقفت جنبي صراحه. انت قصدك يعني اللي انت دخلت في كذا شقه تطلب منهم مساعده وهم رفضوا؟ ايوه تمام. وسمعت كلام مش كويس. يعني انت شفتني انا بقى الوحيد اللي ساعدتك وكده. فعلا وفعلا. لا، وسمعتك انت برضه كانش عندكم اكل ابنك وتجيبوا قسط الشقه. فعلا حقيقي فعلا. في اليوم ده وحشه صراحه. في اليوم ده فعلا كنا احنا ما عندناش غير الفلوس دي بتاعت قسط الشقه، وكان فعلا الاكل ده كان متعبني، بس عادي يعني احنا كلنا بعض يعني. حبيبي اكرم مسلم، ربنا كرمه، فانت فكيت كرب بني ادم وانت ما تعرفوش هو ايه، فدي حاجه حلوه عند ربنا، فكيت كربي وانت ما تعرفنيش انا ايه اصلا. طب الحمد لله، بس اهم حاجه الحمد لله. لا زوجتي بخير والحمد لله، وطبعا انا مبلغك اهو بالزياده كمان. تمام. بس انا والله العظيم ما عاوز. ده انت كتر خيرك، ودي هديه برضه للعيال اولاد. انا ما عنديش الا عبد الله بس. ربنا يبارك لك فيه ويخليك تستاهل كل خير. الله يخليك. على فكره ان شاء الله من بكره هتيجي تمسك لي بعض اعمالي في الشركه. ماشي. والله ما عارف كمان الهديه الاكبر بقى. كمان في هديه اكبر؟ ده العقد بتاع الشقه.
مش عايز بقيه القسط. عاد الشقه بتاعتك. مبروك عليك. بالله عليك ما تكسفنيش. انا ما فيهاش غير قسطين فاضل. مبروك عليك يا حبيبي. ده فاضل اربع سنين. حلاوه مراتي اللي ربنا شافها وعافاها. وانت صراحه انسان تستاهل كل خير. ده كده كرم. مش كرم مني انا، ده كرم من ربنا والله. بس عشان انت انسان ذوق. مش عارف اقول لك ايه والله. لا انت... ربنا يبارك لك في عيالك واولادك، انت تستاهل كل خير صراحه. ربنا يخليك. وعلى فكره سام ان انت محاسب شاطر وكويس في عملك. اه بيقولوا. لا مش بيقولوا، ده حقيقه. انا سالت عنك على فكره. ربنا يخليك. ان شاء الله من بكره تيجي تمسك لي بعض اعمالي. الله يخليك. وخلي بالك مرتبك هتاخده 3 اضعاف. الله يخليك. وانت اللي تحدده، خلي بالك. والله ما عارفش كرم ربنا ده والله العظيم. انا مش عارف اقول ايه والله. تستاهل كل خير والله. فانا مش مصدق يعني الشقه دي بقت ملك خلاص. يعني معقولة بعد 4 سنين قسط مش هدفعهم؟ لا هدية مني ليك. الله يخليك والله العظيم، فعلا كرم ربنا واسع. اللي بيفك كرب عن اي بني ادم ربنا بيفرجها في وشه. ربنا يا ابني بنكمل بعض، للي يفهم صدقني. عارف احنا ده نفس طالع ونفس خارج، بس الناس ما بتطلعش للاسف. زي الست وغيرها وغيرها. بس انت انسان ان شاء الله ربنا يكرمك وتبقى ربنا يعلي شأنك في حاجات كتير قوي. ربنا يخليك يا استاذ نصر والله ما عارف انت بجد. انت انا نفسي مش مصدق. انا مش مصدق، انا فاكر انا حاسه بحلم والله العظيم. لا مبروك عليك. معلش بس عشان عندي بعض الاعمال، بس هستناك بكره ان شاء الله. طب ماشي يا استاذ نصر. ماشي. ماشي. طب استنى بس اشوف اي حاجه. ربنا يبارك فيك. ماشي يا استاذ نصر. الف مبروك عليك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. مع السلامه يا استاذ نصر. معقول؟ شفت يا ستي؟ ايه؟ قلت لك ربنا بيفرجها. شايف الهدايا دي كلها على عبد الله ابني. الله. دي الفلوس اللي انا اديتها للراجل الغلبان بس بضعف بقى. فاكر الراجل الغلبان اللي احنا ايوه اللي جاي اسبوعين ده. ايوه بالظبط اللي انت قلت يا احنا يا عيني ما عندناش فلوس والاكل بتاع عبد الله الوحيد اللي موجود في البيت. شفت ربنا؟ مش فاهم اي حاجه، فهمني كده. بص بقى هفهمك بقى الاكبر والاكبر. الراجل الغلبان ده مش راجل غلبان ولا كان محتاج مساعده ولا اي حاجه. ده صاحب البرج اللي احنا قاعدين فيه ده، وصاحب كل الاوراق الموجوده في المنطقه، وكان جاي بس بيختبرنا بيشوف مين اللي يصلح اللي هو يديله ايه عقد الشقه تمليك. ايه ده بجد؟ بتهزر؟ اه والله العظيم. يعني دلوقتي الشقه بقت ملكنا؟ اه. والاربع سنين قدام دول خلاص يعتبر دفعناهم، والفلوس دي كلها خلاص بقت معانا. شوف ربنا، شوف الرزق. ومش بس كده، ده هيخليني معاه في الشركه بتاعته. يعني هيخليني محاسب في الشركه بتاعته. قال لها القبض بتاعك هيبقى 3 اضعاف. يعني انا مش عارف ايه كميه ده. ماسوره رزق اتفتحت في وشي. الحمد لله والله. اه عشان اقول لك اللي انت ربنا قال لك اللي بيفك كرب عن بني ادم ربنا بيفتحها في وشه. وزي ما قلت لك بالظبط، زي ما احنا قلدنا اشرف خلق الله، شوفوا ربنا عمل معانا ايه. بس ده اللي عاوز اوصله لك. طول ما انت بتساعد غيرك، حتى لو ايه مش في جيبك الا جنيه ساعدت بيه غيرك، ربنا هيعوضه لك اضعاف اضعاف اضعاف. اهو انت شايف لسه ولسه ده لسه جاي كتير. طول ما ربنا راضي عنك وبيساعد الناس ربنا يسعدك. ده انا عاوز بس اوصله لك. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا عارفين احنا بقالنا فتره كبيره ما بنزلش فيديوهات عشان انا كنت عيان الحمد لله، وقعدت فتره طويله تعبان، وجيت اصور تاني تعبت تاني عشان كنت لسه ما خرجتش من دور التعب. بس الحمد لله خلاص، وان شاء الله الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنصور بصفه يوميه، وهنصور حاجات محدش عملها ولا انا نفسي عملتها وهتعجبكم جدا، كلها فيها رساله طبعا من افكار برضو المتابعين بتاعتنا. وحابب اشكر التيم كله، بوسي عم ناصر نهى جبريل يوسف والناس كلها اللي معانا، وسالي وداليا والناس كلها اللي معانا. وعاوز اقول لكم اللي في ناس جديده برضو جايه، بس غصب عني ما بعرفش اجيب كل الناس مره واحده، عشان طبعا احنا في ناس بتجينا من محافظات وناس بتجينا من حته تانية وحته ثالثه. فان شاء الله التيم هيكبر وان شاء الله هنعمل افكار افضل وافضل. عاوز اقول لكم ان انتوا في مفاجاه قريبه هتحصل برضو على الصفحه، بس مش عاوز احرقها دلوقتي. طبعا هدف الفكره والرساله اللي لو جالك ضيف ايا كان لازم تكرمه، لازم تقف جنبه، مش زي الست اللي هي طبعا قامت بيها امنوها اللي هي مش امنوها يعني وكسفتها وكسفت الراجل عشان خاطر الجنيه، ولا عشان ودته في الاخر الجنيه. الفكره كلها مش في لما تفك كرب عن بني ادم ربنا بيفرجها عنك، زي ما انت شفت كده. ودي حقيقه على فكره، يعني في ناس بتفك كرب عن حد وهم عارفين اللي ده ربنا يفتحها في وشه. ساعد غيرك لو حاجه بسيطه ربنا بيعوضك في، ممكن في يومها، مش هقول لك استنى يومين ربنا عوض، في يومها هشوف ربنا يعمل معاك ايه. حاول تساعد الناس، حاول ما تركزش اللي انت لو معاك كل جنيه من بعض الاسباب. اكيد اكيد طبعا. وحاول لو انت لو في جيبك جنيه بس
ولو صح واحد لقيته محتاجه اديهوله، والله العظيم لو ربنا يعوضك اضعاف اضعاف اضعاف. بس ده اللي انا عاوز اقوله للناس، ولو حابه تقول حاجه منها للناس. والله انا عن نفسي يعني الدور ده كان صعب ان انا اعمله لان انا مش طبيعتي كده، بس انا يعني حبيت ان انا اقول لو حتى الواحد ساعد حد، لو حتى رجليه فعلا بس بطريقه حلوه وبطريقه كده، والله انا معيش الا هو وربنا يفك عليك وعليا، وخده بطريقه حلوه، طب اتفضل، طب كده حاجه يعني كلمه حلوه وطيبه. يعني كمان ده انا خدته منه، فاكيد هتفرق معايا حتى لو جنيه، فاهمني؟ المعامله الحلوه بتبقى صدقه لربنا، الكلمه الحلوه طيبه لربنا مش لحد. فاحنا لازم نتعامل مع الناس برده حتى لو وحش نتعامل معاه حلو، لو حتى بيأذينا احنا ما نأذيهوش. بس فعلا دلوقتي. احنا كويس انت قلتي الحبيب اللي بيأذي الناس بتجنبه، قدر تتقدر. أيوة بس وان شاء الله نشوفكم فكره جديده. انا بحبكم قوي على فكره والله، احنا كلنا بنحب الناس الكويسه دي، هي الناس دي اللي بنحب يعني بنحب نكمل عشانها. والله وحسين نفسه يعني يعمل كل حاجه عشان نبقى تحت يعني حسن ظنكم كده، ان احنا نعمل لكم حاجه جميله وحاجه تفيدكم وحاجه نقدم منها رساله يا رب. فبجد احنا بنحبكم، ويا ريت نكون خفيف على قلبكم على طول يا رب. استنكم على طول معانا. مع السلامه.